المتواجدين هنا في يوكي. وبنرسل رسالة واضحة للسفارة المصرية والسفارة الإماراتية والسفارة السعودية إنه الشعب السوداني يرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية له، ويرفض الانحياز لجهة من الشعب على جهة أخرى. ودي رسالة واضحة مننا للدول الثلاثة دي، فيكفوا عن التدخل في الشأن السوداني، والسودانيين أدرى بمشاكلهم وأدرى كيف يحلوها. والثورة السودانية هي ماضية لنهايات إن شاء الله، رغم كل التدخلات ومن الدول التي تريد أن تغمع الثورة السودانية كما استطاعوا أن يغمعوها في مصر وفي بعض الدول الأخرى، الدول العربية. كل أسبوع في أماكن مختلفة، في ترافالجر سكوير، في 10 داونينج ستريت مقر رئيسة الوزراء، وقدام البرلمان للتعبير عن موقف شعب السودان ضد ما يجري من الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة، بدعوة الانحياز للشعب، وإنها في الحقيقة مواصلة للنظام المخلوع، وإنها تأتمر بأوامر بعض الدول في المنطقة. ونعلم تماما السبب لذلك هو أن الحكومة البشير المخلوع والمجلس العسكري الآن يساهمون بقوات في حرب اليمن، ويجعلون من شبابنا كدروع بشرية في معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ظلت علاقتنا بالتحديد مع الشعب اليمني منذ قرون، ونحن لن نتدخل في شؤون الشعوب. لذا نقف اليوم لنرسل رسالة إلى الحكومات الضالعة في هذا الأمر بأن لا تتدخل في شؤون السودان، وأن شعب السودان هو الذي يحدد مصيره، وأننا في دولة مدنية سنعيد النظر في كل الاتفاقات التي وقعها النظام الخنوع المخلوع. لآل سعود أو بالتخصيص بن سلمان، فبنقول لهم نحن ما عندنا، نحن يعني عاوزين نكون تكونوا ترفعوا يدكم عندنا، وابعدوا عن سياساتنا وابعدوا عن بلدنا، وخلوكم مشغولين بمعاملاتكم اللي بتعملوها المعروفة في العالم كله، وانتم معروفين انكم يعني الوحيدين اللي كل ما تكون في ثورة حقيقية انتم بتجهضوا كل الثورات، ومعروف تاريخكم. أجهضتوا الثورة بتاعت البحرين بالدبابات، وأجهضتوا الثورة في وعملتوا الفتن في العراق، وأجهضتوا ثورة مصر، وكل الثورات الحقيقية اللي بتنادي بالديمقراطية معروف إنهم بتجهضوها. فنحن بنقول لكم كفاية عليكم إنكم شعبكم مستعبدينه، وأكبر استعباد لشعبكم إنكم مسمين شعبكم بالسعودية، ومعروف الأرض اللي أنتم قاعدين فيها هي الجزيرة العربية. الجزيرة العربية متكونة من توهامة، متكونة من نجد، متكونة من الحجاز. فأنتم سميتوا البلد اللي أنتم عايشين فيها، أنتم استعبدتوا الشعب الموجود في جزيرة العرب وسميتوه بالسعودية، وأنتم استعبدتوه لدرجة إنه حتى جواز السفر استكثرتوا إنه سموه جواز سفر، سميتوا التابعية. يعني أنتم عملتوا تابعية لشعبكم. نحن أسي ما بنتكلم عن شعبكم، لأنه شعبكم أكيد حيجي يوم من الأيام حيجي ضدكم، لكن نحن شعب السودان شعب مسالم، نحن عندنا طلبات معينة، نحن أولادنا بيموتوا، أنتم دخلتوا سبب وقتلتوا أولادنا، أولادنا المعتصمين شباب، يعني نحن بنبكي عليهم. أنتم سبب في أنكم قتلتوا أولادنا، أنتم قتلتوا أولادنا وأنتم اللي دخلتوا في سياستنا. فأنا بقول لكم stay away from Sudan. Stay away from our country.